انتظار احد الملاك بانتظار التواجد القوي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نقول ما شاء الله. والنواهي نواهي جايه وحاضره متزينه ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. مسرعة مستعجلة مع عبد الله بن مسند بن مطلق الدوسري باتلية ورمانية في أول مشاركة أول الغيث قطرة في هالنسخة السابعة اللي نتمنى التوفيق لمالكها عبد الله بن مسند بن مطلق الدوسري. حضور قوي تواجد أجمل. الله 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 شوفوا الحركة شوفوا الحركات شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن مع حركة العصا وعلى رحوله ما شاء الله تبارك الرحمن. لا إله إلا الله اليوم عرض أجمل للشقح. اليوم تواجد ومنافسات حقيقية نشوفها ونشوف تواجدها ونشوف الحضور القوي ما شاء الله ما شاء الله. ورا رحولها تمشي ورا القائد خلاص ما عاد عنده كلام ولا عاد عنده شيء حاضر معها ومتواجد ما شاء الله. شوفوا تباري للرحول ما شاء الله تبارك الرحمن وتباري قائدة وتتجه الآن إلى العرض. الآن لحظات الهدوء لحظات الهدوء. حول ونزل قدامها حول ونزل قدامها يمشي معها ونزل ثوبك وعدل ثوبه وعدل كشخته وعدل أناقته ما حد يلومه. الله أكبر الله 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 الله. شوفوا القلايد الآن متوزعة وشوفوا ما شاء الله هالشموخ وشوفوا هالتواجد مع عبد الله بن مسند. اللي نصبح عليك بالخير يا عبد الله واللي نقول ما قصرت راعي النواي وسنب يا مسنب وصور يا مصور وغرد يا مغرد. اليوم التصوير مسموح والحقيقة الصور اليوم راح تكون أجمل فيها الحضور الجميل فيها التواجد القوي فيها المنافسات القوية في مهرجان عالمي يحمل اسم مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الذي وحد أرجاء هذه البلاد شمالا جنوبا شرقا غربا. كلنا حاضرين كلنا إخوة كلنا متواجدين. المنافسات فيما بيننا ما هي إلا منافسات في جمال الحلال. عبد الله بن مسند أول مشاركة طبعا هذه لعبد الله بن مسند أبو مطلق واللي أكيد أنه أول مشاركة نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن خبرة المشاركين القدامى وهذا واضح من خلال التشكيلة واضح من خلال التوزيع للألوان اللي هو اعتمدها أو للدرجات الثلاث اللي اعتمدها في المنقية. وجود سلالتين يا حمد البسام في المنقية يعطيها ميزة خاصة وهي سلالتين حقيقة التناسق فيما بينها من السهل جدا عملية النسق وعملية التنسيق عملية بعد نشوف حماس الشباب المتواجد الآن ما شاء الله تبارك الرحمن. حضور شكرا على هذا التشجيع شكرا على هذا الحضور القوي. أرجع إلى زميلي حمد البسام مع النواهي. وجود سلالتين أو سلالتين يعتبرن سلالة واحدة السلالة الباتلية أو السلالة الرومانية من السهل جدا عملية التنسيق وأعتقد أنه هذا ما اتجه له المالك عبد الله بن مسند في عملية التنسيق في المنقية قبل العرض. نعم النواهي لها من اسمها نصيب. عبد الله بن مسند بن مطلق بن عويفي الدوسري. العائلة هذه والعويفي غريبين على الميدان نلقاهم دائما نلقى بصمتهم في كل ميدان سواء في ميادين التلات ولا في ميادين الشرايا ولا في ميادين فحل وانتاجة ولا في أشواط الجمل ولا أشواط الفردي لهم بصمة مميزة مشاركاتهم دائما مميزة مشاركاتهم دائما تجي على المراكز الأولى. عبد الله اليوم مشارك بذودها الخاص جمعها وتعب عندها ونسقها وجمع الزين هذا أهنيه على هذه المشاركة أول مشاركة المنقيته الخاصة وحضور المميز الغير مستغرب على العويفي.